على غرار أعمال الحج التقنية التي تدفع بها وزارة الحج والعمرة هذا العام، تدخل النقابة العامة للسيارات هي الأخرى المنظومة من خلال نظام حوكمة إلكترونية فعالة إلى 17,000 حافلة مجهزة إلكترونيا لنقل الحجاج ومتابعتهم. النقابة هي مظلة ل 23 شركة وطنية تعمل في خدمة نقل ضيوف الرحمن، تدير أسطول يتراوح بين 17,000 حافلة بمختلف الأحجام. النظام زي ما تفضلت وذكرت الآن هو نظام تتبع، هذه أول سنة ترعى تطبيقه وزارة الحج والعمرة للتأكد من توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن. لا تغيب أنظار المتابعين لحظة عن قوافل الحجيج وتحركاتهم، عيون إلكترونية تراقب تفاصيل دقيقة لتحركات الحافلات عبر منصة تقنية حديثة موحدة تشمل أنظمة تتبع أسطول الحافلة وصحة مسارها. بات بإمكان الأنظمة الحديثة مرافقة مليوني حاج ومتابعتهم جيداً في المشاعر المقدسة والمدينة المنورة ومكة وجدة من خلال هذه الحافلات المجهزة والمهيئة تقنيا. نظام التتبع الآن زي ما احنا شايفين خلفنا في شاشة كبيرة تستقبل البيانات من كافة شركات نقل الحجاج، 23 شركة. الشركات هذه تتعامل مع أجهزة تتبع مختلفة وتفيدنا يعني ترسل إلى النظام حالة الحافلة، ومن هنا نستطيع معرفة حالة الحافلة وسرعتها. الخدمة تشمل حديثا أسطولا كبيرا من الحافلات المتفردة بامتيازات مريحة مردوفة ب18 مركزا للمساندة وإصلاح الأعطال والمجهزة بسائقين وفنيين. كل المعطيات على أرض الواقع من حيث التجهيزات الميدانية والتقنية تبدو في حالة جيدة حتى الآن، وكأن السعودية عملت استعدادات مسبقة لضمان حج آمن لقرابة مليون حاج. من مكة المكرمة خميس الزراني، العربية.